فالنهارده عامله حاجه كده شبه السوشي، هو نفس مكونات السوشي بس احنا عارفين السوشي دايما بيبقى معمول من النوري الرول وجواه كريم تشيز وممكن يبقى مقلي ويمكن بيبقى صعب شويه. انا النهارده عاملاه بطريقه يعني اي بي سي سوشي بطريقه سهله جدا، نفس طعم السوشي في نفس الوقت معمول بطريقه مبسطه قوي. طبعا عندنا ايه النهارده؟ عندنا رز. دايما رز السوشي بيستوي كده في ميه وسكر وبنحط عليه وهو بيستوي شويه خل رز، وجايبه معايا برده تاني خل رز. عندنا كريم تشيز، من الحاجات المهمه جدا على فكره في وصفات السوشي الكريم تشيز والرز وخل الرز. عاده السوشي بنحبه بالجمبري او بالسالمون، فامبارح انا عملت حاجات بالجمبري فالنهارده فكرت ان انا اعمل حاجات بالسالمون. والافوكادو برده من اساسيات السوشي، وورق النوري ده موجود في اي سوبر ماركت، الورق ده موجود في اي سوبر ماركت متاح جدا. عندنا سمسم، صويا صوص، ومايونيز حار. خلاص نبتدي مع بعض بقى الوصفه بتاعتنا. ببقى محتاجه كمان استرتش. هحط اول حاجه الرز بالطريقه دي، ماشي. احط معاه خل الرز عشان يطريه. بصوا بقى عامل ازاي، اول ما حطيت خل الرز هجيب النوري اقطعه بالسكينه كده شرايح رفيعه، طعمه جميل على فكره، عباره عن طحالب بحريه او اعشاب بحريه. النوري قطعته كده بالطريقه دي، هقلب. هحط بقى معلقه من الصويا صوص، معلقه صغيره قوي، وهقلب. بس كده بقى جاهز. فاضل ايه؟ فاضل هجيب واحده افوكادو وايه واقشرها واقطعها مكعبات عشان هي كمان تبقى جاهزه. طبعا الافوكادو ده بالذات اختياري لو انتوا مش عايزينه، بس لو انتوا مش بتحبوه بس لكن بالنسبه لكم مفيش مشكله ان انتوا تجيبوه، لا هتحبوه في الوصفه دي لانه مش باين قوي. اعتبروه حاجه كده مفيده ناكلها اهو. افرده كده. ممكن اثبته دي كده. خلاص هجيب واحده سلمون، واحده، واحطها كده. شايفين ازاي اهو؟ ممكن نقرب بس الكاميرا. هنحط حبه من الرز كده، مش عايزه البوله تبقى الكوره تبقى كبيره قوي. الجبنه اللي بتحليها قوي وبتخليها كده جوسي وجميله، بنعملها كده. عايزه بس اقطع ال بنخليها زي الكوره. معانا ياسمين. ايوه يا ياسمين، بصوا اهو شايفين عامله ازاي كده. خلاص طب حاولي تكلمينا تاني. دي بنحطها في التلاجة او في الفريزر يعني، بس ممكن التلاجة مفيش مشكلة ساعة كده، بس انا ان شاء الله هفكها قبل كده وهتبان. شايفين حجمها عامل ازاي؟ طبعا الباقي ده ما بيترميش. اديكم شفتوه عملنا ايه في الرز، والرز ده انا هقدمه برضو. نقدمها كده اهو. خلاص طيب بصوا بقى، بجيب الصويا صوص بحطه كده على خفيف قوي، بتفرق قوي في الطعم، بس بفكر ادهنه احسن، بيبقى لطيف قوي على فكره.
هتتبسطوا بيها قوي الوصفه دي، وهتحسوا قد ايه هي سهله وبسيطه جدا. يعني حتى بصوا انا عاملاها بطريقه سهله وبسيطه قوي، ما فيهاش اي حاجه. هنجيب المايونيز الحار بس مش هحطه على كله، عشان الناس اللي مش بتحب الحاجه ايه سبايسي قوي. نجيب بقى الكريم تشيز، دي بتخلي السوشي طعمه حلو قوي.